بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في اليوم التالي من رواية ست شامية. دخل القاص القهوة أو خشبة المسرح وجلس وحياهم وردوا بتحية أحسن منها، وجلس وفتح كتابه، فتح كتابه وهو الرواية المكتوبة باللغة العربية، بدأ القاص في الحديث فقال: كان يا ما كان في قديم الزمان قبل 50 عام. قاطعه بلدياتي فقال: مرحبا، حياك الله يا سيدنا يا مولانا القاص. أنا فتحت محل في الحسين والله يرزقنا، نستني الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من غير العرب يأتوا ويأخذوا مننا اللباس والكساء الداخلي والخارجي. عندنا في المحل الشالات واللحف، وكذلك عندنا طبعا من القطن ومن الصوف، وكذلك عندنا أقمشة ممكن يفصلوها جاهزة للتفصيل، وعندنا أشياء جاهزة. فإن شاء الله الله يرزقنا يا قاص. بدأ القاص فقال: طيب كويس، تحدث. وقال: كل البلاد العربية تستعد، من هم منهم في الصناعة، صناعة الكساء. وصناعة الكساء هناك صناعة أولية وهي الخام، خام الكساء. والحمد لله بدأت من وقت مبكر الدول العربية في تصنيع هذه الصناعات، بعضهم بدأ من 30 سنة، بعضهم من 40 سنة، مثل مصر بدأت من 40 سنة. وأصبح عند الدول العربية اكتفاء ذاتي. طبعا أنا بقرأ لكم من الرواية، كأن الرواية تحدثنا عن المستقبل بعد 50 عام من 2021 عندما كتبت الرواية. اليوم أحدثكم عن القصة اللي هي عمية كحل مجنونة ويتبع الرواية الأولى ست شامية. وهناك أمثلة مرتبطة بهذا المثل ولها علاقة، وفي اليوم أحدثكم أو في هذا المشهد عن مثل مجنون وأعطيه حجر
ومثل رزق البل على المجانين. نبدأ بالمثل الأخير رزق البل على المجانين ونربطه بالرواية كتبت من 21 وهي تتخيل ما سيحدث اليوم في 2070. فمثل رزق البل على المجانين يعني مذكور فيه المجانين اللي هي مرتبطة بكلمة مجنونة. فكما أن العمية التي كانت تزين المجنونة، وقلنا المجنونة التي استخدمت في ازدهارها والذي قد ينتهي بعد 15 عام تجارة الشبكة العنكبوتية كما هو مذكور. النت هو الشبكة العنكبوتية. فأصبح المثل معنا رزق البل على المجانين، تفسيره يعني البل في العهد 21 أو في السنة 21 وما قبلها حتى بعشر سنين أو كذا، فكان المجانين هم أصحاب الشبكة العنكبوتية، وكان البل يعني يمكن ما هم مثقفين ولا هم فيه، كانوا يستفيدوا يشتروا الإيميلات زي ما فعل صاحب الرواية اللي كان عنده تقنية وأهملها وأصبح يشتري في الإيميلات حتى المجانين صاروا مش لاقين سراويلهم لما يمكن في 2040 أوقفت الصين تصدير لهم وهم ليس لديهم صناعة المواد الخام للكساء. فرزق البلع المجانين المثل هذا كان غير مفهوم، يعني المجانين اتعاملوا مع بله حتى لو كانوا أذكياء، يعني لو حاولوا يتذاكوا على المجانين ما يتعاملوا معهم زي ما فعلت الصين. يعني حتى الغرب والأمريكان حاولوا مع الصين إنه يسووا شراكات، قالوا ما نعرف ما نفهم في موضوع الدولار ولا إلا في الهواء اللي هو احنا ما نفهم، نحن نفهم انه نحن ما نشتري اشياء الهواء، نبيع منتجات ملموسة. والان صراحة قد نقلل، انتم منزعجين من الصين ترسل لكم الغذاء والكساء او يعني كل شيء، وحتى الأجهزة التي على الشبكة العنكبوتية من عندنا من الصين، الصين تتحدث يعني. فنحن ما نفهم، نصنع حاجتكم، حاجة السوق، حاجة الدنيا، ودخلنا في الكساء وتصنيع المواد الخام لللباس والكساء، وحتى صنعنا ملابسكم الداخلية، الملابس الداخلية وكذا، والآن ما لها جدوى الصناعة دي، ويمكن على 2040 نوقف مصانعنا. يعني عشان يصير عندنا اكتفاء ذاتي ونتجه للغذاء ونتجه للاكتفاء الذاتي في الماء والهواء والغذاء والكساء زي ما فعلت أو فعلت الدول العربية أو الوطن العربي. ماشي. اليوم
الوطن العربي. ماشي. اليوم فهمنا رزق البله على المجانين. في ناس كثير كانوا يلخبطوا ويقول لك لا ما يجوز، ورزق الرزق دائما على الله. صح، لكن الرزق اللي هو تداول بين الناس، تجارة رزق. النقود والفلوس رزق لما تكون مش في الهوى. في الهوى يبقى هوى. فالمال رزق لما يكون ملموس، منتجات أو ذهب. تشتري مني تعطيني ذهب، يعني نقود موزونة. تكلم أحد المثقفين قريب من القاص فقال ما زلنا نستخدم الورق في الأمة العربية أو في الوطن العربي. فقال القاص أنا أقص عليكم ما هو مكتوب في الرواية ولا أعرف إجابة على الأسئلة، لكن أعتقد الورق ينفع إذا كان داخل البلد، أما إنه للتصدير والتوريد ما ينفع، والدليل إنه في 2040 الصين أحجمت على قبول الورق، وإحجامها بمنع التصدير، وهي لا تريد الذهب كذلك، فأصبحوا المجانين يبحثوا عن أسواق تبيعهم السراويل. نستخدم السراويل كناية عن الكساء، حتى الأغطية تعتبر سراويل تغطي. يعني المرأة صحيح كانوا هم يعني خلوا المرأة تتخلع وكذا، لكن في وسائل التواصل وفي الميديا عشان يجيبوا فلوس، الاستريبتيز والحاجات دي تقريبا شبه عارية، لكن مو كل المجتمع، يعني كثير من الناس ما يريد حرمته تكون عارية، والمجانين عقلوا، فما أصبحت المرأة لبسها تجارة، وهوليوود وكله أصبح كله يجيب أفلام كرتون ورجل آلي وكذا، يعني مش نساء. يعني حتى السينما انقطع فيها، اللي هي حروب النجوم وكذا وأشياء زي كده، والفضاء برضو المجانين دخلوا في عملية الفضاء وعايزين يجيبوا ذهب من الفضاء في 21، كتر الكلام ده. وكمان ذهبوا إلى خيال رجل الفضاء وأهل الفضاء والناس اللي بر الأرض، فهم يعني جنان، فكأنه مجنون وأعطيه حجر. يعني في ناس كده بالشبكة العنكبوتية بيوهموا إنه نقدر نطلع أشياء للفضاء تجيب لنا من المعادن، تجيب لنا من الذهب، تجيب لنا من عشان نصنع أجهزة للشبكة العنكبوتية وأشياء ثمينة، ما حد اشتراها منه لو جابوها، يعني هم إلى الآن ما جابوا شيء. كثير من الأرض يعني نفس أمريكا ما هم قادرين يستثمروا فيها ويصنعوا كساء أو يصنعوا سراوي. القاص كأنه الرواية هي تثقيفية أكثر من إنها قصة، يعني للتوعية. هو القاص يعني أهل مصر لا يحتاجون، بس هي كتاريخ ما يعرفوا أهل مصر. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه اللغة الإنجليزية تلاشت، فالمكتبات مليئة بالكتب عن من 21 لين 40، لكن ما في أحد يتعلم الإنجليزي،
يعني حتى اللغة ضاعت. طبعا نذكر الفرنسي يمكن موجود، الألماني موجود، لكن الإنجليزي تلاشى لأنها لغة مجانين. حتى أمريكا، يعني يمكن بريطانيا يتكلم إنجليزي، أمريكا ما صارت تتكلم إنجليزي، يعني صارت عندهم لغة بين الهنود الحمر وشيء من لغة الزنوج أو النيجر. وكثير من الزنوج والنيجر صاروا يذهبوا إلى نيجيريا مرحب بهم ويأخذوا كساء وكذا، وسكنوا هناك كمان كثير، يعني مثلا كان عددهم 30 مليون ولا أكثر، ولا 200 مليون ولا 150 مليون في 2021 انتقلوا. وكثير من الإثنيات، الناس اللي هم ما هم البيض، فحتى أمريكا ما فيها إلا الهنود الحمر وقليل من النيجر اللي هم نيجيريا وقليل من الأثنيات، وأكثرهم الأغلبية البيض، يعني يمكن حوالي 50-60%. التاريخ يعيد نفسه، أصبحوا هم كالعبيد والأسياد هم الهنود الحمر ومن بقي من السود. طبعا نتذكر في 2015 واحد من السود تولى رئاسة أمريكا، إذا كانوا يعتبروهم عبيد، فالعبيد صاروا أسياد. طبعا الإسلام ونحن العرب ما عندنا عبيد وكذا، نفرق. طبعا جاء ثوبعة، جاءت اللي هي بين الديمقراطية والكذا والأشياء موجودة، بس أنا بقراها من الكتاب. وأن الديمقراطية كانوا يؤيدوا اللواط ويؤيدوا الشذوذ ويؤيدوا كذا، والتانين اللي هم الجمهوريين ولا اللي هم البيض اللي هم يتبعوا للإنجليز ما يأيدوا ولا يأيدوا الحروب و أشياء كثيرة مكتوبة في هذا الكتاب، قد تكون التوثيق الوحيد من أحداث نشوء أمريكا وزوال أمريكا، من ناحية طبعا وليس فنائهم، من ناحية وجودهم في الكون وقوتهم. المجانين لا يستطيعوا أن يثبتوا، المجانين يعني الجنون فنون، نتكلم عن هذا المثل في مرة أخرى. وأريد منكم أن تسمحوا لي أكفل الكتاب وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما أخبرتكم سأشتري إيميلات من جوجل وأبيعها. الإيميلات هي فلوس، لكن فلوس على الإنترنت، لأن كل إيميل له رقم، وكل فلوس ورقية، كل دولار له رقم، صحيح؟ فالإيميلات مربوطة بالدولار، وكل عملات الدنيا الورق هي عملات رقمية ما لها وزن، يعني في الهواء. طبعا الإنجليز هم اللي بدأوا هذه اللعبة، يعني الدولار هو مستند والإيميل مستند. طبعا الأمريكان بدأوا لعبة الإيميلات، يصرف لحامله الدولار
ولا الجنيه المصري ولا الجنيه ولا الريال السعودي، يصرف الحامل. يعني ممكن أي دولة تطبع زيادة وخلاص، وتدي رواتب وتدي حاجات ماشي. لا أريد أن أطيل، سوف نتابع القصة التي بدأناها، رواية عمية تكحل مجنونة. من هي العمية ومن هي المجنونة في تاريخ كتابة الرواية؟ يعني ممكن نقول العمية الأم العربية، تكحل يعني تزين، والمجنونة أمريكا بالدولار يعني، فكل شيء ربط بالدولار. فنحن قاعدين إيش يعني، في الأمريكان نفسهم ما يقدروا يكحلوا أمريكا. يعني أنا كنت في أمريكا ما شفت أحد من الأمريكان يكحل أمريكا. الآن أريد أن أفصل في عرض الرواية في هذا العام 2021، والكتاب أو كتاب الرواية على أن يكون مسرحية. إذن هذه التسجيلات، كل تسجيل أعطيناه اسم، فكأن المسرحية يعني زي المشهد. سأتحدث أو القاص سيتحدث في كل مشهد عن العنوان. مثلا هذا العنوان: عدنا إلى عمية تكحل مجنونة، وهذه القصة التي أخذت من رواية ست شامية ويقصها القاص. فالمسرح هو القهوة المذكورة، وهي يعني على المسرح، خشبة المسرح، هناك قهوة وهناك قاص، وهناك قريبين من القاص المثقفين وبعيدين عن القاص بلدياتي ومجموعته، كما في كل فيديو ستبقى المقدمة التي سمعناها، وهناك مجال للقاص أن يتحدث عندما يدخل على خشبة المسرح أو على القهوة، ويجلس بالقرب منه المثقفين وبعيد بلدياتي. وكذلك في عرض لتصرف بلدياتي زي ما مر علينا، سيكون مكتوب باللغة العربية. مر علينا أن البلدياتي سمع الكلام، مش المثقفين، سمع كلام القاص ان الامريكان حياتوا الى الحسين يشتروا السراوي، وان الدولار ما عاد له قيمه، فصار فتح محل في الحسين يستعد. فهذا ذكي يعني، البلديات ولا تسوق، فقال لك انا استفيد. اما المثقفين فهم في الجامعات ومثقفين يعني لهم أعمال أخرى، أما البلديات فهو يعمل، لكن حريص أنه يحضر كل ليلة عند القاص لكي يسمع في الرواية يعني
أشياء تهمه. فهو فتح المحل، وكان القاص يقول انتظروا الأمريكان وغيرهم حتى أوروبيين وكذا حيزوروا مصر، أو بياعين الجملة أو التجار، عشان ياخدوا السراويل. طبعا السراويل هي عبارة عن الكساء، سواء كان معمول من القطن أو من الصوف للملابس الداخلية والملابس الخارجية، البنطلون والجاكيت وكذا والأقمصة ولباس الرجال والنساء، اللنجري وما اللنجري والأشياء دي. طبعا ذكرنا أن الصين أوقفت قبل 10 سنوات، إحنا الآن أو المسرحية في عام 1490 ميلادي، 2070. عندما يأتي القاص سأتوقف عن الكلام، وأنا كاتب الرواية بالإنجليزي لكن أتحدث عن الرواية. فكل الحديث اللي سمعناه الآن هو عن المقدمة، هذه متكررة في كل تسجيل أو كل حلقة أو كل مشهد، ونترك مجال من 6 إلى 10 دقائق للقاص. على أن نتجه إلى خشبة المسرح والقهوة.